وفاء، كنت رايح على فين يا وفاء؟ اقصى عليك يا وفاء، اقصى عليك يا بنتي. بقى دي المكافأة اللي بتديها لابوكي اللي رباكي وعلمك وما حربكيش في حاجة؟ سامحني يا بابا، ما لقيتش قدامي حل غير ده. ويا ترى بقى زميلك أيمن موافق عنك تهربي من دار أهلك زي الحراميك دي؟ لا يا بابا لا، أيمن مرضيش إني أهرب معاه، ده أنا كنت رايحة أقعد يعني عند صاحبتي إيمان كام يوم لغاية لما أعصابي تهدى و... وإيه؟ تحطينا قدام الأمر الواقع عشان نرضى على جوازكم. لا يا وفاء، أنت فاهمة غلط يا بنتي. البنت عشان تتجوز لازم تخرج من دار أهلها معززة مكرمة، وده يديها قيمة من أهل جوزها، مش تهربك ده. أعمل إيه يا بابا؟ ما هي ماما رافضة الموضوع ومش موافقة على جوازي من أين. يا بنتي أنت لو متمسكة بيه أنا حاجة في جنبك. طب وحكاية الأستاذ حسان جارنا ده؟ حتى لو ما اتجوزتيش أيمن أنا مش هجوزك لحسان، أنا مش هبيع بنتي على آخر الزمن. بجد يا بابا؟ طبعا بجد. يلا خش أوضتك يا بنتي، خش أوضتك واقعد فكري في الموضوع ده تاني. حاضر يا بابا. وفاء. نعم. لازم تعرفي ان انا زعلان، يعني لو كانت راحت عليا نومه محدش كان يعرف ايه اللي هيحصل. سامحني يا بابا. مسامحك يا بنتي، خشي اوضتك كملي نومك وبكره ربنا يحلها. تصبح على خير يا بابا. وانت من اهل وفاء، ربنا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه.